السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا مسألة مهمة جدا لمن عدد الزوجات، وهي مسألة في غاية أهمية، وما ذكرتها إلا لتفريط كثير منها. يقول مع أبي قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، كتاب عشرة النساء بتخريج عبد العزيز بن مسعود الطريفي وفقه الله، يقول: مسألة قال أبو القاسم: على الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. يقول ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وليس مع الميل معروف، وقد قال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ثم ذكر الحديث وتخريجه، وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وذكر أيضا هذا الحديث الآخر. والله